وهلأ كفيت الشغل وحصلنا على الحلق الكامل لحتى تتزينوا فيه بالأعياد وبالمناسبات، ولما يكون عندكم مشوار الحلق كتير حلو وبيزين الوجه. بتمنى انكم تعملوا منه وتابعوا الفيديو للآخر لحتى تعرفوا هاي الطريقة. وطبعا الطبيعي والخراز أحلى من التصوير بكتير. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الخراز. اليوم نتعلم نعمل مثل هدول القلوب الحلوين وهالأشكال المتنوعة. رح نبدأ أول شي بالشكل اللي مثل هذا، شكل قلب. وهدول مثلا بتحطولن الشنقل تبع الحلقة بصيروا عندكم حلق، وهدول كمان الحمر بصيروا حلق، وممكن تدخلوهم بالأساور والطوق. ممكن هون مثل ما لكم شايفين أنا عملته طاقين، يعني على وشين وجهين. كمان هذا فكرته حلوة، وفي منهم مثل هاد دخلت بالنص لون تاني، وهاد كمان عملت موديل. هلا رح نبدأ بالشغل، خليكم معي لآخر الفيديو حتى تستفادوا من كل الشرح. البداية بدنا خيط طوله 40 سنتي. هلا أنا عملت 80 وحطيته على طاقين، ومندخل بكل طرف من أطرافه إبرة. وبنبدأ أول شي بالشغل، بدنا نحط 4 خرزات بقلب الإبرة. هدول هن 4 الخرزات. هلا بدي مررهم تقريبا لمنتصف الخيط، شايفين هيك، ناخد النص. رح ندخل منبدل الإبر، رح ندخل بهي الخرزة بهذا الشكل حتى نسكر الدائرة. بهالطريقة. هلا بهذا الإبرة بدنا نحط 4 خرزات، والإبرة الثانية كمان بدنا ندخل فيها 4 خرزات. هلا حطيت 4 خرزات، هيك حلف هيك الخرز لفوق. وندخل الخيط بهي الخرزة الأولى. كمان هلا بالطرف الثاني رح نحط 4 خرزات ونعمل نفس الطريقة. كمان مندخل بالإبرة هون 4 خرزات، ندخل الخيط، شايفين الخرزة الأولى ندخل فيها الخيط بهالطريقة. هلا عنا هذا الخيط راح بهذا الاتجاه وهذا الخيط راح. هلا بدي اجيب خرزة حطها، هذا الخيط رح فوته فيها بهالطريقة، وهذه الابرة الثانية رح فوتها بهي الطريقة. هي الخرزة شايفين، هذا الخيط متجه لهون،
هاي مندخلها بالعكس، نشد الخيوط، عارفين هيك. هلا سوينا اول قسم من القلب. هلا عندنا خيط هون وعندنا خيط بهذا الاتجاه. هلا بدنا نحط 3 خرزات على كل ابرة من هدول، وكل طرف رح نعمله 3 خرزات لهذا الطرف، 3 خرزات. رح نستعمل هاي الخرزة وهي الأول طرف، وهي الخرزة وهي للطرف الثاني. هدول 3 خرزات شايفين حطيتهم. هلا بدنا ندخل بالخرزة هاي والخرزة اللي بالنص. رح نسحب الخيط بالطريقة. هلا ناخد الإبرة الثانية اللي من الطرف الثاني اللي هي هاي، كمان رح ادخل فيها 3 خرزات. شايفين هلا هدول 3 خرزات. رح ادخل بالخرزه هاي اللي فوق بهذا الاتجاه، والخرزه يلي بالنص. هيك بكون خلصنا القلب. هلا باقي بس نشتغل على الداير مشان يصير هيك قاسي متماسك ويصير معنا متين. شايفين ما احلاه. هلا وقت نعمل الداير كمان بيتغير شكله شوي. رح نبدأ هلا ندور حوالين الخرزات ونمكنه. هلا في عنا شايفين هذا الخيط طالع من الخرزة اللي بالنص. هلا بندخل هدول الخرزتين، بدنا ندخل بكل الخرزة اللي على الداير. شو بنقدر ندخل فرد مرة، ما بنقدر نعمل هلا هاي الخرزة اللي تحت ندخل فيها ومنوقف. هلا بدنا ناخد الخيط الثاني اللي هو هاد ونمشي. هلا هو مثل ما لكم شايفين طالع من الخرزة اللي بالنص بهاد الاتجاه. ندخل بهدول الاثنين اول شي، شد الخيط قد ما بنقدر. هلا وصلنا لهي الخرزة اللي بالنص شايفين. هلا هذا الخيط رايح بهذا الاتجاه، هذا بناخده بالعكس هيك. نرجع منتابع الشغل. بهذا الخيط اللي جاي بهذا الاتجاه نشد الخيوط منيح. ممكن هون نعمل حبسة بالشغل بهالطريقة. حتى نعمل الحلا لحنا بحاجة لمثل هاي القطعة اللي بتدخل بالإذن، وزردة صغيرة مثل هاي حديدة مدورة. هلأ أنا فتحتها لسهولة العمل. هلأ لحتى نقدر هذا مثلا نستعمله ونعمله حلقة لازم نضيف هون خرزتين، يا أما بنفس اللون يا أما ممكن تحطوا لون تاني. هلأ أنا لحطهم نفس اللون، ممكن أنتوا هدول تحطوهم لون تاني. هلا بنشوف كيف بدنا نعملها. بداية رح نعمل عقدة صغيرة بطرف الخيط. رح نجي على هذا القلب، ندخل من اي مكان نحنا بدنا اياه، بس يكون يعني من المنطقة اللي فوق. الطريقة
هلا شديت علقة العقدة بهي الخرزة، هلا وقت نوصل لعند هي الخرزة اللي كنا عم ندخل فيها بنحط هلا خرزتين هي واحد اثنين رح نروح على الخرزة شوفوا هلا نحنا دخلنا من هي ممكن ندخل كمان نحنا بهي او ممكن كنا نقرب لعند هون شايفين هيك عملنا هون مثل ارتفاع صغير بالخرز هلا بدي ارجع بالشغل حتى يصير متين يعني ما يقطع هذا الخيط تبع التعليقة اللي بدنا نعلق فيه الحديدة تبع الحلقة ممكن نحنا نوسع الدائرة ندخل بهي الخرزة شايفين بهي دايما بدنا نمشي بنفس مرور الخيط حتى ما نعمل بالنص يعني خيطان زيادة هلا انا رجعت الخرزة شكلها ملانة بالخيطان ما دخلت فيها الإبرة رح أرجع لهون الخرزة اللي بيكون فيها خيطان وما بتقدروا تمرقوا منها بتغيروها هلا هون بالنص مثلا نعمل تمكينة هيك للخيط عشان ما عاد يتحركوا ويصير الخرزات ما بيقعدوا يتحركوا ويصير الشغل تبعنا تمام تمام هلا هي اخر هون دخول بدي اقطع الخيط هلا هون في خيط صغير كمان ممكن انتو تستعملوا القداحة هذا هو هيك لحطينا لهون خرزتين مثل ما كون شايفين هلا ندخل هي الزردية بين الخرزتين ندخل هي تبع الحلقة هلا أول شي لأنه هذا المعدن طري ممكن نحنا بإيدنا نظبطها شوي زبطت في حال ما زبطت لازم يكون عندكم مثل هاي ترجعوا بتزبطوا فيها نحصل على هاي الحلقة المميزة هيك شغلات كتير بيحبوها البنوتات وفيكن انتو بتستعملوها بتغيروا الالوان تختاروا اللون اللي بتحبوه هلا انا المفروض اعمل حلقه تانية زهر بس هلا
اعمل هي الحمراء، حطيت لها كمان خرزتين لسهولة الشغل والوقت. بنرجع هي مندخلها هون، لكن هلا هي بدها شوي صغيرة، فنحن هيك نرصها رصة صغيرة صغيرة. وهيك يكون صار عنا حلقتين. شو رأيكم تحطوا كل وحدة لون؟ عن جد كتير حلوين. هلا انا رح كمل هاي وكمل هاي، وكمان هدول تبع البطيخ كمان ممكن تدخلوا فيهم هون، او ممكن تعملوا خرزة زيادة. ممكن ندخل بالخرز مباشر، اذا بتفوتوا الزردية من هون كمان بيمشي الحال. هلا هي ملح فكه وبتعلقوا هون تبع الحلقة. هاي هي فكرتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وتابعوا هذا الفيديو تبع الطوق تبع التوت تبع حلقة كرات الورد، كتير حلو وتحطوها بالايد كتير مميزة، بتحسوها هي كتير لكل الالوان، ممكن تعملوها بلون واحد. حطيتهم على هي لونها غامق مشان يبينوا معكم قد ايه حلوين ومميزين. بتمنى تشتغلوا مثل هدول وتنبسطوا. ما تنسوا العرض الاول، واذا عجبكم الشغل لايك ومشاركة مع اصحابكم. تابعوا صفحتي على الفيسبوك، وشكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء.